عليكم واحد سيدة حارة على رأسكم. السلام عليكم. كيما شفتوا هذه الاجواء ديال الختاميه كانت فواحد الجو رائع، وما يمكن تكون الجو رائع لان هذه الذكرى العزيزه اللي على كل المغاربه. كل شيء فرحان، كل شيء مساهم في النظام، كل شيء مساهم في البهجه، كل شيء فرحان، الناس هازين الرايات، يعني امور زوينه، الخياله تمام ضابطين. انتم كاعلاميين عطيتوا واحد الزخم، واحد اشعال هذا المهرجان اللي في دورته السابعه، ونشكروا جميع الناس اللي ساهموا بما فيهم العامل ديال عماله المحمديه، ولا سيد رئيس البلديه عين حلو سي الضاوي، ولا جميع اللجنه المنظمه بما فيهم عبد ربيه، وكل شيء ساهمته. انتم كاعلاميين راكم ساهمتوا، والشكر جزيل. وتا المقدمين ولا تا الجمهور تا هو كان في مستوى عالي، انضابط واحد الانضباط هذا العام اللي ما يعني ما كيتصورش، وشكرا للجميع. وفي الاخير ختام هامسك اللي كيف ما كتشوفوا اليوم المقدمين داروا الفاتحه وداروا الدعاء لسيدنا والناس ديال الخياله وسيد الرئيس محمد الضاوي اللي صار على تنظيم هذا المهرجان في احسن حل هذا العام. وكيف ما الاعوام السابقه الحمد لله نجاح مهرجان بالوما النسخه السابعه 100% بتضافر مجهودات مجموعه من المتدخلين من السلطات المحليه على راسهم السيد العام العمالة المحمديه والسلطه المحليه ديال عين حروده، وكذلك الوقايه المدنيه والدرك الملكي والهلال الاحمر وقوات المساعده وجميع الجسم الصحفي وساكنه عين حروده. وكنبغيو نشكروا الخيل ومولي الخير المقدميه اللي بينوا على النظام ديالهم وعلى الاخلاق ديالهم العاليه فوق العود. وكنبغيو نشكروا الناس اللي سهروا وتعذبوا على هذا المهرجان هذا، كيف ما قلت لكم الناس تاع الفيدراليه الزناشيه، وكذلك السيد الرئيس ورئيس مجلس جماعه عين حروده اللي صاحب الفكره ديال مهرجان بالوما واللي طورها عام ورا عام، وان شاء الله كل عام كيكون الجديد. وكنشكروا الصحافه اللي واكبات الموسم وجميع الناس، وهذا الشيء بفضل تضافر جهود ديال كل شيء. والسلام عليكم. معكم يونس كريمي من ساكنه عين حروده، كنشارك مع صربه يوسف الهبطي. اجواء رائعه هذا العام، رائعه جدا وجدا. كنشكر الناس المنظمين لهذا المهرجان، مهرجان في المستوى من احسن المهرجانات اللي لعبت فيهم. كيبقى مهرجان بالوما عالمي بكل المقاييس. وكنشكر الصحافه وكنشكر الناس اللي صارين على هذا الشيء من واحد لواحد. السلام عليكم. الداوي ممثل جهه عين حروده عماله المحمديه. الحمد لله الاجواء مزيانه والتنظيم مزيان، كنشوف المستوى الحمد لله. وكنشكر الدراري اللي معاونين معايا، العماره اللي كيتسخروا ولا اللي راكبين معاك، والوالد ديالي اللي معاون معايا. السلام عليكم. معكم سفيان الناجي، مقدم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، كنوب على با عبد الله الناجي، حتى هو مقدم معنا. الحمد لله الموسم ديال بالوما منظم زوين، وكاع الصربات تبارك الله في المستوى. والعقوبه ان شاء الله العام الجاي والاعوام الاخرين ان شاء الله نجيو مجال ان شاء الله نركبوا معاهم هنايا. الاجواء ديال التنظيم كيفاش؟ الاجواء ديال التنظيم مانيفيك، كل شيء سوا لا سيغتي، كل شيء، كل شيء الماء موجود، الضو موجود، كل شيء موجود الحمد لله. تكلمنا على الركاب اللي معك. الركاب اللي معايا تبارك الله راك شتي تبارك الله كاملين الحمد لله، الله يرضي عليهم على بال، معاونين معايا، انا كندير الماكسيموم ديالي معاهم، الكمال على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. سعيد هذا، انا من جمارات، نمثل جهه ديال الرباط السلاح نايطره في المباريات وفي دار السلام. شرف لينا عيطوا لينا الناس هذا المهرجان اللي كنا تنتمناو كل عام نشاركوا فيه. الحمد لله العام سهل الله على الفرحه ديالي باسمي مقدم سعيد هذا بالجمعيه ديال صربه الادهم للفروسيه التقليديه. الحمد لله المهرجان من احسن المهرجانات الوطنيه في المغرب، والحمد لله نطلب السلامه للجميع، والله يجيب السلامه لكل شيء. صباحكم. معكم فارس عزيز الدلاحي، فارس من فرسان معاد بداوي. احنا عام لعام كنجيو لهذا الموسم الجميل في مدينه بالوما عماله محمديه، الله يجيب السلامه للجميع. اليوم حضرت الموسم ديال بالوما اللي كنحضر ليه كل عام،
والحمد لله كيدوز في واحد الاجواء حماسيه وممتازه. تنظيم جد رائع صراحه. لي شرف انني كولزناته انني نحضر الموسم ديال بالوما، ولي الشرف انني نكون حاضر مع هاد الناس. هادو الاجواء الرائعه صراحه، وكما كتشوفوا تنظيم جد رائع وبكثافه، والدرك الملكي تبارك الله عليهم تما. كنلقى لهم التحيه اللي دايرين تما الدور ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله يكمل هذا الموسم بنجاح ان شاء الله. هذه البلاد الطيبة، اللهم انصر سيدنا وانصر جنوده وانصر إخوانه واحفظه في ولي عهده واحفظه في أخيه المولى الرشيد. الله يحفظ هذا البلد الأمين، وكنشكركم لأنكم قمتوا بالواجب، ولكن لأنكم تحركتوا في أي قنتوا وديتوا الأخبار بين كاين السرور والفرح والسلام وكل شيء داز بخير وعلى خير. الله يحفظكم، والله يلاقينا معكم في ساعة طيبة. وتحياتي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله. أنا نقدم اللي هو من عمل تاع المحمدية، اللي هو نقدم عزيز الخموري. الله يجيب تسيرة سي عزيز.